هقول بالظبط ده اللي حصل. ايه حلها دي؟ ما فيش قدامها غير حل واحد، كانت زعلانه من حجمه هتشيله كله. ما فيش غير امبيوتيشن. مفهوم؟ عشان كده اول قاعده في الجراحه، تعرف اول قاعده في الجراحه؟ الجراحه كلها 17 قاعده. اول قاعده بري از يو كان، but the gut will never correct a wrong decision. صلي زي ما انت عاوز تصلي، بس ربنا عمره ما هيصلح جرح خطا انت عملته. يبقى بالتالي لازم تعمل ايه؟ تتعلم. واحنا ما بنخش في الطب ناخد دور بشر ونشتغل في العالي، لازم نفهمك موليكيولار سيرجيكال عشان تفهم. دي اول قاعده، لان هو سمبل ما كانش عارف ان لما يحط الامبلانت كبير هيعمل سكيني. تعرف ايه سكيني؟ قبل البلاد سبلاك كمان، فساعتها هيتشال. نمبر 2، الراجل اللي قدامكم ده كان بيعمل عمليه في منطقه الفيمورال ريجن. تعرف الفيمورال ريجن؟ دي اسمها الفيمورال ريجن، خن الورك، الانفايد ريجن. تسمع عن الانفايد ريجن؟ مش عارف، عامل فتاق مش مهم. واثناء ما هو بيشتغل غلط غلطه ان قفل فيمورال ارتري. تعرف يعني فيمورال؟ فاكسي، يعني ايه ارتري؟ شريان. غلط غصب عنه قفل، فرجل العيان ده مات. انا شايفها كده ان دي برضه ميته بسبب قفل بلاد سبلاك. عرفت ومفيش قدامه حل غير سو واتس دي النيكروزس. هو الموست كومن تايب موست امبورتنت اوف سيلف انجري ريفرس. احنا بندرس النيكروزس عشان نعرف القاتل، لان كل نوع من انواع النيكروز اللي هنقولهم هيعرفنا مين اللي قتل، فبالتالي نعرف نعالج. مفهوم؟ النيكروزس ديفينيشن، تعريف، لان اختلال اي شرط من اللي هقوله ده يطلع النوع الثاني. ايه النوع الثاني اللي انا بس الانتحار على ابو زوز. النيكروزس از ديث. طب على ابو زوز لسه بقى اوف جروب وات؟ مش خلية واحدة، لازم خلايا وكتيرة تبان بعينيك. Is this a group of cells within 11 body؟ ويبقى بقية الإنسان عايش. تعرفوا كلنا ما نموت؟ ما يبقاش كده اسمه نيكروز، ده اسمه بوست مورتم تشينج. حضراتكم عشان تقول نيكروز لازم تتوفر هذه الشروط. Death of group of within 11 body. Caused by لا اما من الاول سيفير انجن او برولونجد مودريت. يبقى ايه؟ يعني برولونجد مودريت؟ مده طويله. الشرر والبليد لو ضربتهم مسدس ايه اللي يحصل؟ يموت. طب ممكن اموت الشرر بطريقه ثانيه؟ اقعد اقول له يا بليد يا بليد يا بليد، بس مده طويله. مده طويله هو ده الانتظار. لازم اكلمكم بهذه الطريقه. النيكروزس از ديس اوف جروب اوف سيلف وذن 11 بوند كوست بار لا اما من اول سيفير او برولونجد مودريت اند. من اللي انا خدته من شويه، اي خليه عندما تؤذى هذه الخليه بتكبر ولا تصغر؟ تكبر. وفي النهايه بيحصل ايه للمبرين؟ يخرج يفرقع، فبيحصل ديستراكشر اوف المبرين. النيكروزس بيبقى فيها المبرين رابشر. وانس ان هذه المبرين رابشر، واهم من فرينس اورجانيل جوه اسمها واخدينها من الدقيقه لايزوزومز، هيبدا يطلع منها بروتيوليتيك انزايمز. هذه البروتيوليتيك انزايمز هتبدا تكسر بليد اللي موجود في الخلايا. يعني ينفع يحصل ميكروز من غير ما الممبرينز كلها فرقعه؟ فكده تكبر تكبر بوم تروح مفرقعه. ده كله في الديفينيشن. ايه كمان؟ دلوقتي خلايا قتلت وفرقعت، هيطلع منها كيميكال سبستنس اللي هي جواها. هذه الكيميكال سبستنس هتشتغل على الخلايا الميته؟ ما بوظتها خلاص. هتشتغل على اللي حواليها ليفنج فاسكولارايزد، فتقول لها خلي بالك في حاجه هنا قتلتك. فبتشتغل از كيميكال ميديت. از وات؟ كيميكال ميديت. عشان تجيب خلايا المناعه تهاجم ضد الحاجه اللي موجوده في الخلايا. الخلايا جسمنا دي عيون بتشوف بعض بيها، وما بتعرف مين الخلية اللي كان فيها قتلت. لما بتفرقع المواد اللي بتطلع
هنشتغل على النيكروتيك المقتول تيشو ولا السراونج ده هنعمل فيه انفلاميشن. يبقى معناها كده ان النكروز لازم يبقى كامبل بار انفلاميشن. الانفلاميشن بيحصل النيكروتيك ولا الليفنج تيشو اللي كان فيه. نمبر 4 حضراتكم بعد ما الخلايا ماتت هل الجسم هيسيبها كده؟ نو no. هيبدا يجي الكناسين يفرسوها. مين الكناسين في الجسم؟ ماكرو فيج. يعني كلمه ماكرو يعني فيج اكون يس الخلايا الاكون الكبيره. هذه الماكرو فيج هتيجي تشيل الجزء وتملى الحته دي هايبروز. الفايبروزس ليس النسيج الليفي وانما التليف. التليف اسمه فايبروز. في فرق بين النسيج الليفي، النسيج الليفي نورمال في جسمنا فايبرس تيشو، لكن فايبروزس ده عباره عن حاجه افاسكولار فايبرس تيشو هنشرحه ليتر اون. طيب لو قدر كميه الجزء كانت كتيره قوي خليها لما تكبر تكبر ولا تصغر؟ تكبر. هسيبها على كام؟ واشرح دلوقتي ليه. في كميه جزء كتير مات، هل الماكروفيج تقدر تشيلها كلها؟ فهتفضل في خلايا مفرقعه والكلاين. وانس ان فرقعت والكلاين هيجي الاسيد يترسب عليه يدفنها. مين الاسيد في جسمنا؟ الكالسيوم. فيحصل ديستروفيك كالسيفيكيشن. ديستروفيك كالسيفيكيشن اللي بيحصل في الخلايا المقتوله فنسميه ديستروفيك. هل ديستروفيك كالسيفيكيشن لازم يحصل في كل انواع الكوكس؟ يعني نقول بيتميز ديستروفيك كالسيفيكيشن ولا نقول بيجير ليه مين اوكي؟ امتى يحصل ديستروفيك كالسيفيكيشن؟ لما تبقى كميه كبيره من الخلايا ميته والماكروفيج مش عارفه تشيلها فالجسم بيتفن. عيد تاني الديفينيشن اوف نيكروزس. يعني ايه كلمه نيكروز؟ اختلال اي شرط من اللي هقوله ده يساوي الابوتوسس. النيكروزس از ديس اوف بروسس وذن الليفنج بوك ديو تو يا اما سيفير من الاول يا اما برولونجد مودريت اند. بيتميز بالديستربشن اوف ميمبرينز فيموت الخلايا اللي ماتت اوريدي. نكمل عليها بلس هتطلع مواد كيميائيه فلازم يبقى اكمبلد باي انفلاميشن. مين اللي خلاها عرفت ان هنا في قاتل فمحتاجه تجيب انفلاماتوري سنس؟ الكيميكال ميديت المواد اللي طلعت منها. نمبر 3 هتيجي بعد كده الماكروفيج اللي جت مع الانفلاميشن تنضفه ويبقى هيل باي فايبروس. كل الحته دي تليف ممكن نلاقي يحصل فيه ديستروفيك كالسيفيكيشن. عشان كده ديستروفيك كالسيفيكيشن مش لازم بنقول مين اوكي الباثولوجي بيميزان من ده. ليه امتى يبقى مين اوكي؟ لو كميه الخلايا المقتوله كتير مفهوم انا اخدها ام دي تي ومشكر الجسم. بص يا دكتور انا بحاول قدر الامكان امشي بسيناريو معين الكيميكال دي قلت في سيل درايفنج في بلازما درايفنج السيل درايفنج في باز 81 وعارف في دونيك اسيد استحملها بس انت ما تاخدش حضراتكم النيكروزس. طب اسالكم بقى سؤال ذكاء تعتقد ان النيكروزس بيحصل في الاكتيف بارينكيميتال سيلز ولا الليزي من الكايمال سيلز؟ النيكروزس يحصل في الاكتيف بارينكيميتال ولا الليزي اكتف بارينكيميتس ولا الليزي بارينكيميتس؟ امال الريفرس كلاوديا هيدروب الفات الاكتف بس مفيش ريفرس اقول مش فات في الاكتف الناس اللي بتتكلم تعال بتوع الاردن ولا حضراتكم النيكروزس يحصل في الاثنين لكن الريفرس ما يحصلش الا في الخلايا الشرطه مفهوم؟ لان النيكروزس الميكانيزم بتاعه ايه؟ يعني ايه الميكانيزم اللي انت بتقوله ده؟ عشان تفهموا الميكانيزم هحتاج اسالكم سؤال بساله في كي جي 1 تعرفوا كي جي 1؟ كلكم عارفين خدتوا كي جي 1. ما هي الخليه الواحده بالعربي اهو ما هي الخليه الواحده التي يمكن رؤيتها بالعين المجرده؟ ما هي الخليه الواحده التي يمكن رؤيتها بالعين المجرده؟ من البنات بتقول اوفا؟ عيب ده الاولاد ما تبقاش اختهم. يعني حضرتك بتشوف الاوفا بتاعتك؟ اه
الاوفا لا يمكن رؤيتها بالعين مجرد الاوفا حوالي 25 مايكرون. الخليه الواحده التي يمكن نشوفها بالعين مجرده مش بط الست، بط الفخذ، بط الوزه، بط النعامه، بط الديناصور. لان اللي ما تعرفوش البيضه دي عباره عن خليه واحده. اسرد البيضه عباره عن الست البرين. بياض البيض عباره عن الهيد ياك. صفار البيض انيق. مش تعرف هذه المعلومه؟ الخليه الواحده التي يمكن رؤيتها بالعين المجرده البيض، بس مش بيض الست، مش الاوفا. الاوفا ما حدش بيشوفها بعين الا بقى زرقاء اليمام. حضراتكم حضرتك في دو ميكانيزم بيحصلوا لا اما دي دومينيت لا اما دي دومينيت لا اما الاثنين مع بعض. في كام طريقه نقتل بيها البيضه؟ في خمس طرق. لكن مين الوقت اللي انا عاوزه؟ لو مسكنا بيضه وسلقناها، مسكنا ايه؟ البيضه عايشه ولا ميته؟ بيضه مسلوقه ميته. اهي بيضه مسلوقه حلوه قدام دي محافظه على شكلها مش محافظه. لان ايه اللي حصل للبروتينز بتاعتها؟ الاكسبريشن كواجيليشن. اول ميكانيزم مين اللي ده بيحصل في حالات هايبوكس؟ مش احنا اخواتنا قلنا الهايبوكس بتدير البروتين سنسس بتبدا تعمل كواجيليشن ديكريشن. البيضه حصل كواجيليشن للبروتين. لان في احتمال تاني مش احنا قلنا بعد شويه بيطلع بروتيوليتيك انزايم؟ بروتيوليتيك يعني هتعمل ايه في البروتين؟ بروتيولوسيس. فتبان على شكل البيضه المكوشه ليكويد. هنا البيضه مش محافظه على شكلها ولكن ما زالت ميته. في تو ميكانيزم ايش بيدومينيت النيكروس. دايما الخلايا عندما تقتل تبقى عامله البيضه المسلوقه ديسكواجيليشن النيكروس. ديسكواجيليشن الكريشن البروتين. لا اما بيدومينيت البروتيولوسيس فبالتالي يبقى زي البيضه اللي لان تحت الميكروسكوب انا اعرف ازاي الخلايا الموجوده تحت الميكروسكوب. اشوفها بتبوس، اشوفها بتحس ولا ما بتحسش. ازاي اعرف الخلايا المقتوله تحت الميكروسكوب؟ بعرفها تغيرات في النيوكليس وتغيرات في السيتوبلازم. لان وانس من ادق النيوكليس، لان موت الخليه يعلن عنه بموت النيوكليس. وهوريكم دياجرام وصور حقيقيه الكترومايكروسكوب عشان نفهمه. اللي قدامكم ده دياجرام لنورمال سيل. عندما تقتل خليه في حاجات تحت الميكروسكوب اللي اعرف بيها ان الخليه دي مقتوله. ودي في اي نوع نيكروس. حضراتكم نيوكليار تشينج ثلاثه. قارنوا اللي تحت الصور الحقيقيه بس بالالكترومايكروسكوب. ادي اللي قدامنا دي نيوكليس حقيقيه. عادي لما تبدا الخليه تقتل بتلاقوا النيوكليس تغمق تكش وتغمق فتبقى زرقاء قوي وزي صغيره زي النقطه. فبيسموا هذا التغير هيكنوزس. بيسموه ايه؟ يعني هيكنوزس بالعربي تنقط النواه. لان بقت غامقه وبقت صغيره قبل النقطه. اول شركه فرنسويه انتجت الم جاز تخن الخط تخن النقطه سمت نفسها بك. عارفين بك يعني نقطه. البيكنوزس يعني كوندنسيشن اوف ذا نيوكليس. النيوكليس بتكش وتغمق بيحصل نيوكليير شرينكج كوندنسيشن تبقى عامله زي النقطه. فلو بدات اشوف نيوكليس قد النقطه وغمق اقول دي خلاص انتهت لازم هتكمل في اللي بعده. لان تاني تغير على مستوى النيوكليس اللي فيه ثلاث تغيرات في النيوكليس وثلاثه في السيتوبلازم. تاني تغير اللي هو ده بيبدا بسبب الدي ان ايز. كل تغيرات بسبب الدي ان ايز. عارفين الدي ان ايز؟ كسر الدي ان ايز. كسر اللي ده بيبدا يحصل كاريو ريكس. يعني كلمه كاريو؟ صفت كاريو معناها نيوكليس. كاريو نيوكليس. نيوكليس. كاريو طبيعي. كاريو يعني نيوكليس. يعني ايه ريكسس؟
فراجيليشن، فتبدأ اللي كانت صغيرة تتفتت، بيسموها تفتت النواة كاريو ريكس، نقول لكم تكتبوها ان شاء الله في الامتحان واحنا علينا بنجيبها. كايرو ريكسس يعني ايه؟ كايرو ريكسس تفتت القاهره. هي كايرو ولا كاريو؟ كاريو. يعني ايه كاريو؟ نيوكليير ريكسس فراجمنتيشن. احسن حاجه في الباثولوجي الصور، هتشوفها مش هتنساها في حياتك. ادي هنا دي النورمال، دي بقى بصوره الكترو. النيوكليس هنا بقت صغر صغيره وغامقه زي النقطه، بيسموها بيج نودز. بعد كده اتفتتت فيسموها كاريو ريكسس فراجمنتيشن. بعد كده تختفي، يحصل لصق ميزوفيلي، لان النورمال النيوكليس بتبان غامقه زرقاء ولا حمراء؟ زرقاء. زرقاء ولا حمراء؟ زرقاء. فيحصل لصق ميزوفيليا وتختفي النيوكليس تماما، تختفي تماما، تسميها كاريو لايسيس. يبقى في كام تغير اللي يحصل في النيوكليس زمنيا؟ ثلاثة. بيك نوز، كاريو ريكس، كاريو لايسيس، مفهوم؟ في نفس الوقت بيحصل تغيرات في السيتوبلازم. ادي دي النورمال سيل دياجرام، نورمال السيتوبلازم بيبقى احمر ولا ازرق؟ احمر. احمر بزرق، او ممكن تقول ازرق بالمال. ليه بقى؟ لان السيتوبلازم بيبقى فيه بروتين ديناتيوريت بلس في شويه حامض. ايه الحامض اللي موجود في السيتوبلازم؟ مسنجر ار ان اي، اللي هو الار ان اي، صح كده؟ حلو. لو خليه ماتت مش اول حاجه بتفوت النيوكليس؟ يبقى كميه الار ان اي في السيتوبلازم تقل، والار ان اي كان بيمسك في اللزق مش واسد؟ دلوقتي مفيش مسكان في اللزق، مفيش مسكان في الهيماتوكسين، والبروتين ديناتيوريت، والبروتين لما تبقى ديناتيوريت بتبقى ألتن، فبالتالي السيتوبلازم يبان احمر محمر. دي بنسميها انكريز ايزينوفيل، قراءه من بين السطور. عندما تقتل الخليه تبقى اسيدك ولا الكلاين؟ ليه الكلاين؟ لان قل الاسيد اللي هو الار ان اي اللي كان بيطلع من النيوكليس، وزاد القلم اللي هو الديناتيوريشن او البروتين. لحد دلوقتي في كام تغير في السيتوبلازم؟ اثنين. واحد اللون احمر انكريز ايزينوفيل. لما الخلايا تقتل سيتوبلازم يحمر قوي، لان الاسيد قل والالكالي زاد، مفهوم؟ نمبر 2، حضرتك لما الخليه تقتل، لسه قايلكم من دقيقه واحده، الخلية تكبر ولا تصغر؟ تكبر ولا تصغر؟ تكبر. لو انا عندي كورة تخدم الول بتاعها كتير، ايه اللي حصل؟ انا سيبشن الكورة ماشي، بس كل الناس تبقى تعمل عمزيت بس للصفحة، لان الناس اللي جايين بتاعها فيها ناس اعترضوا كتير قوي على يوم السبت الساعة 7، مش عاوزين ينزلوا السبت خالص. فالسبت الكلام ده بس هنزلها لكم على الصفحة، فالناس كلها عارفة الصفحة. هنزلها مش بالخميس ده، الصفحه ممكن الاسيستنت بقى هنزل ان شاء الله، هنزلكم بدل السبت الخميس، مش الخميس بكره، الخميس بالاسبوع الجاي، بدل 7 هيبقى 6:30، يبقى في الخميس 6:30 والخميس هيبقى الساعه مصلي، هيبقى الساعه 10، يبقى في 6:30 في 10. نتفق بعدين والمواعيد مش معايا مع الاسيستنت. لحد دلوقتي في كام ما حدش اتناقش معايا المواعيد السيستم بره، احنا بنشرح علمي بس. لحد دلوقتي في كام تغير حصل في السيتوبلازم؟ تغير واحد اسمه انكريز ايزينوفيل. لو انت فاهم بس لما تخطر هسيبك ولا الكلاين؟ الكلاين. انا عندي خليه لها سلم برين، عندي كوره وليكن السلم برين بتاعها تخن جدا، نفختها سلم برين، يبقى واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. فتالي تغير بنشوفه indistinct cell membrane. يعني indistinct؟ غير واضح. يعني cell membrane لا يرى باللايت مايكروسكوب. ينفع حد يشوف cell membrane باللايت مايكروسكوب؟ ليه ما ينفعش؟ لأنه فوسفو ليمت، والليمت لا تسبق بالـ HMD. ليتر اون هتبدأ الخلية تفرقع، وهنبدأ نشوف مادة ما فيهاش خلية. المادة دي تعتقد يبقى لونها بينك ولا لونها بلو؟
يبقى اذا على مستوى النيوكليس ثلاث تغيرات بيك نوزس يعقبها كاريوراكسس اند ايفنتشوالي كاريولايس. على مستوى السيتوبلازم ثلاثة انكريز ايزينوفيليا ايه اللي ستينك السيل ممبرين بقى ايه ستينكت غير واضح امال يعني ايه ستينكت واضح حضراتكم يعقبها ان تتحول لهوموجينس بينك ماتيريال اما الخليه تفرع ويطلع الالكالي اللي جواها لان حضراتكم تايبس اوف نيكروز كريب فرع لو انت عندك كوره تخلي السيل ممبرين كده نفختها زاد ميه جواها تعتقد السيل ممبرين هيبقى تخين ولا رفيع ما ينفعش اقول ثن سيل ممبرين ليه ما ينفعش اقول ثن سيل ممبرين لان السيل ممبرين لا يرى باللايت مايكروسكوب فبدل ما اقول ثن بقول اندستنك سيمبل يعني التايبس اوف نيكروزس بنعلمهم لكم ايه انا التايبس اوف نيكروزس بتشوفوا بعينينا على المايكروسكوب الاثنين ولكن مين ادق العين الجروس لان في معظم الاحيان بنشخصه جروس لان احنا لو عرفنا خلايا مقتوله بالشكل ده هعرف الفرق حضراتكم ايه الخليه الواحده المجرده التي يمكن رؤيتها في العين المجرده البيض في كم طريقه لقتل البيض او بمعنى اصح طبق البيض بنقسم النيكروز من حيث التايبس البتا والتقسيمه جروس للخمس نوع اول نوع بيضه وسلقناها بيضه وسلقناها بنسميه كواجلاتيف نيكروز الكواجلاتيف نيكروز عرفنا ان القاتل اسكيميا عرفنا اسكيميا بتقفل السلاد سبلاي على الحته دي الاحتمال الثاني بيضه وفقشناها البيضه المكبوسه اللي معموله علبه ده ميه ده بيسموه ليكويفاكتيف او كليكواتيف نيكروز الاحتمال الثالث بيضه وحطينا عليها جبنه يا سلام انت بتقول الجبنه طعمه جميل بيسموها كازيشن نيكروز لان كلمه كازيشن او كيزس معناها جبنه جبنه الكازين جبنه الكوبايات بوك بريزيدو مش عارف الاحتمال اللي بعده بيضه وحطينا عليها سمنه زبده البيض بالزبده تحفه بيسموه فات نيكروز الاحتمال الرابع اللي انتوا مش خالص مش تعرفوه بيضه وحطينا عليها بسطرمه تعرفوا بسطرمه؟ لا بقى كتير قوي ما يعرفوهاش وعشان اللي ما يعرفهاش ننتلهم البسطرمه بيقطعوها شرايح كده اللي ما يعرفهاش السوبر ماركت تحت يقول لي شويه بسطرمه عادي يعني دي لحمه مقدده اللغه العربيه الفصحى مقدده قطع خنزير حضراتكم سيمبلي في كام طريقه شكل لقتل الخلايا ودي شكل راس بيضه وسلقناها وعجلت سكيمي نعرف القاتل بيضه وفقشناها بيضه وحطينا عليها جبنه كازيش بيضه وحطينا عليها زبده بيضه وحطينا عليها بسطرمه فايبري نايت حد اشهر كل واحد مين اللي بيعمل المنطقه ده وازاي بيعمله وايه النظام بتاعه اول نوع واهم نوع من انواع النيكروزس اللي انتم شفتوه في الاول اسمه كواجلاتيف نيكروز اسمه ايه؟ اللي اسمه الثاني بيسموه اسكيميك نيكروز ان شاء الله النوتس تنزل على اي حد تلاقوا فيه في النوتس كده بيضه مفروشه وبيضه مكسوره عشان تلبس في دماغك الكواجلاتيف نيكروز سببه سكيم اسكيميا اتقفل البلاد سبلاي مره واحده وقعد فتره طويله اما يتقفل البلاد سبلاي مره واحده عن حته من النسيج دي بنسميها انفاركشن تعرف ايه انفاركشن حلو يعني ثرومبس يعني ايه امبولس يعني ايه كواجيليشن تقلب حضراتكم العرب وليست اللغه العربيه قاصرين عن التفريق بين اربع حاجات ساينتيفيك فيجي يقول لك واحد جاله جلطه في رجله عشان يطلع مطوش وفارق هو يقصد هنا بالجلطه ترومبوزس ويقول لك جاله جلطه في قلبه وانا عشان بتاع مطوش وفارق اعرف يقصد بيها الفرش حته من قلبه ماتت سابقا في البلاد سابقا ويقول لك
جاله ضغط على الرئه ودي معناها امبلس حته من دم اخدت طلعت وقفت في الشريان الرئوي ويقول لك دم الجلد يقصد بيها كوجيشن لان كل ده موضوع هناخده ايه دي تاني كلمه انفاركشن معناها انك تموت بسبب اكس بلاد سمبل لان الانفاركشن ابره واي ريبريزنت كوجيشن نيكروز اي حته تموت في الجسم بسبب قفل البلاد سبلاي هيبقى شكلها زي البيضة المسلوقة. ادي اللي قدامكم كلى، عارف الكلى؟ كدني. المثل يقول لك لا كدني ولا كلى. هنا دي كلى طبيعية، حد شايف فيها حاجة أبنورمال؟ حاجة مثلثة كده؟ هذه الحتة المثلثة مش عاملة بالظبط كأنك الكلى لساعة بالنار؟ ده كوأجلت الديكروس، يبقى دي انفاركشن دي كدني. الانفاركشن everywhere represent coagulant لو لقيت حته زي البيضه مسلوقه في اورجن يبقى معناه موست ان السبب acute ischemia يبقى الموضوع اسمه انفاركشن طب ليه؟ ليه لو اتقفلت بلاد سبلاي مره واحده الخلايا تموت وتبقى عامله زي البيضه المسلوقه سيمبل خالص لو اتقفل البلاد سبلاي مره واحده يبقى ساعتها هيحصل الهايبوكس هذه الهايبوكس هي تؤدي الى ديناتيوريشن البروتين كده البروتين من دقيقه واحده قلت لكم كام نوع قلتوا 20 زي ما عارفين نوعين لا اما ستراكشر بروتين لا اما بروتين عادي او انزيم فدي هتتحول بيضه مسلوقه اند انزيماتيك بروتين اللي المفروض تتكسر البروتين وتحولها لميه دلوقتي لما يحصل صدد كومبليت اسكيميا قفل بس بقى بشكل معين كامل هيحصل ديناتيوريشن للبوست تايب بروتين الاستراكشرال اللي هو بيعمل الكواجيليشن والانزيماتيك اللي المفروض كان يعمل بروتيولوسيس فساعتها البروتينز هتبقى اللي في النهايه هيدوميت مين؟ الكواجيليشن لان مين اللي كان بيعمل بروتيولوسيس؟ انزيماتيك بروتين بس حصل لها بلوك مين اللي عمل لها البلوك؟ الاسكيميا قفل البلاد سبلاي فهتقعد خلال فترة طويلة كواجيليت لفترة طويلة هتبقى عاملة زي البيضة المسلوقة لأن الإسكيميا بتأفكت بتإمبير ويتش تايب أوف بروتينز الاثنين الاستراكشرال بتاعت الخلية فتخليها كواجيليت والإنزيماتيك تخليها كواجيليت بس مش تخليها تعرف تشتغل وتعمل بروتيولوس تحولها لمية This is coagulant. الكواجيليت نيكروزس يبان جروس لي هذا المنظر هذا المنظر سوري مو عليك العمل هذا المنظر الخلايا المقتوله لونها ابيض مسفر وايت شيل حد يعرف ليه وايت؟ كواجيليت بروتين طب ليه يلو؟ موت الخليه بيعلن عنه بموت النيوكليس وانس النيوكليس ماتت بيطلع منها الفوسفيت ويترسب على كواجيليت بروتين والفوسفيت يلو؟ ايش يلو؟ فيديك لون ريش يلو الخلايا المقتولة بالإسكيميا رسم بيبقى لونها ريش يلو ولكن of same consistency زي بقية الجسم تعرف الأول يعني consistency ال consistency هو القوام أو الملمس وكلكم تعملوا زي ما أنا هعمل دلوقتي القوام أو الملمس لا يعترف به إلا بما تلمس فإحنا بتوع الباثولوجي في الطب عاوزينكم تفرقوا بين ثلاث انواع من الكونسيستنس كلكم تعملوا كده This is soft ده الاحساس بتاع الصوت من ده فات This is firm This is soft This is firm This is hard الحته اللي ماتت بيبقى نفس الكونسيستنس زي النورمال بالظبط تخيل بيضه مسلوقه عندك بيضه وسلقتها وبيضه سلقتها وبيضه نورمال لو جيت حطيت تلس دي وتلس دي هل مختلفه في القوام في الملمس مختلفين البيضه المسلوقه اللي مش متعشره والبيضه المسلوقه البيضه الطبيعيه اللي ما اتسلقتش اللي مش متعشره تحسوه في اختلاف الاساس This is coagulant necrosis الكواجلنت نيكروزس سببه sudden acute ischemia لان لما يتقفل بلاد سبلاي عن حته والحته دي تموت بنسميها انفاركشن فاي انفاركشن في الجسم تمثل كواجلنت نيكروزس
سياده سي ان اس اللي اشرحها بعد شويه. ليه ما الخلايا تتقفل لسبب قفل البلاد سبلاي بيبقى شكلها شكل البيض المسلوق؟ لان قفل البلاد سبلاي الصادق كومبليت هاي باكس بيبلوك بالديناتيوريت تو تايبس البروتين. ستراكشر بروتين يعمل كواجيليشن. الانزيمات البروتين يبلوك الفروكيورس اللي المفروض يحولها لمايه وتفضل الخلايا كواجيلي. دراسه الكواجيلي دي بتكروز بيبان لونه ابيض بسفان. ليه ابيض بسفان؟ الكواجيليتس بروتين اس يلو ويضاف عليه الفوسفيت من نيوكليس الليبازم فيديله اللون الاصفر ولكن الكونسيستنسي اوف سيم كونسيستنسي. ادي لو قدامكم اورجان تاني حد يعرف الاورجان ده؟ This is the بحر لسه من بحر بحر والتسميه خاطئه سبرين لتر يعني بحار لان زمان كان بيقول ان هو بيطحن كريات الدم وتقدم العلم ونوى دي what is the exact function of sleep ما هي الوظيفة دي الاستحاق فاضل يا حبيبي من هالكان ايه الـ exact function of sleep خزن الدهون او كسر قانون على السليم الطحاق لحد ما وظيفته مش معروف الطحاق غير معروف الوظيفة مفهوم حضرات حد شايف الحته اللي فوق شايفينها؟ عامله زي البيضه المسلوقه؟ كواجلت لان الكواجلت النكروزس اوريها لكم تحت الميكروسكوب ودي عندكم في العمل عليكم دي عباره عن كلى وجنبيها نورمال وجنبيها حته باتت الكواجلت النكروزس تحت الميكروسكوب تبان ازاي؟ هل انت شفت الكلى اللي فيها حته ميته؟ نرجع تاني ادي دي كده فيها انفاكشن تعرف ايه انفاكشن؟ حته مقتوله لسبب اسمها اكيوت اسكيميا فتشبه البيضه المسلوقه هل انتوا شايفين الحاجه المقتوله؟ شايفين انفاكشن؟ فين النورمال وفين انفاكشن؟ ده النورمال وده الانفاكشن يعني ده الانفاكشن وده النورمال واضح؟ حلو جيت انا اخدت بايوبسي بهذا المنظر واضح اللي انا عملته؟ هبص عليها تحت الميكروسكوب. ادي اهي تحت الميكروسكوب. قبل ما ابدا عاوز الميكروسكوب بالنسبه لكم مش لطيف. انتوا اصلا مش عارفين الكلى. ما الوحده البنائيه للكلى؟ وات ذا ستراكشر اوف نيفرون. نيفرون. تعرف النيفرون؟ يبقى في كابيلاريز بيسموها جلوميرولاين. وفيها انابيب بيسموها هسألكم لو انتوا فاهمين ويتش ويتش وركزوا بالسؤال قبل ما تجاوب الناس بتجاوب قبل ما تتسال بتلاقي المذيع بيقول له ما هو الحيوان مش عارف ايه بتلاقي واحده اهبل كده جايه في الشارع وهو ما سمعش سؤال لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه مصر مصر مين يحيى قبل ما تجاوب اعرف ايه السؤال عايز السؤال كم مره؟ ثلاث مرات ويتش ويتش وهستخدم الماوس الحته دي الانفاكشن وده النورمال ولا ده النورمال ودي الانفاكشن؟ هعيد تاني دي الانفاكشن وده النورمال ولا ده النورمال ودي الانفاكشن؟ هعيد تاني دي الانفاكشن ودي النورمال ولا دي النورمال ودي الانفاكشن؟ انا ما بسالش انا عمال اقول لك ان دي الانفاكشن ودي النور وانت بتجاوب ما بقول لكم ركزوا في السؤال ايه ده انا عمال اقول لك دي الانفاكشن ودي النورمال ولا دي النورمال ودي الانفاكشن دي الانفاكشن ودي النورمال عرفت منين نمبر 1 مش احنا خدنا الحاجات المشتركه في اي خلايا مقتوله تحت الميكروسكوب اسهل حاجه انت المحوه على هذا المستوى الحته دي فيها نقط زرقاء خالص بالمقارنه بالحته دي ايه النقط الزرقاء؟ نقط النيوكلياي لان الحته المقتوله تحت الميكروسكوب فيها الفيريز يعني كل النيوكلير والسيتوبلازميك تشينجز يعني كلها موجوده نمبر 1 حد شايف النيوكلياي؟ يبقى ميكنوزيس كاريوليس
ايه رايكم في الحته دي؟ مش محمره السن عن الحته ديت يبقى انكريز ايزينوفيل. لكن تاني نقطه حضراتكم هنا حد شايف سيلر ديتيل؟ يعني شايف نيوكليي وسيتوبلازم بوضوح؟ مفيش. لكن هل تقدروا تشوفوا ان في حاجه تشبه الكور الحمراء دي؟ دي جلوميرات اركيتكتشر. في حاجه تشبه الانابيب؟ دي تيبيو. ديس دي اركيتكتشرال ديتيل. كلام بيتعمل زي الجزء المسؤول محافظه على شكلها. فبالتالي بتبان الاركيتكتشرال ديتيل التيشو ديتيل كانها جوف اشباح. فده الشبح يشبه جلوميرات. ده يشبه التيبيو. لحد دلوقتي الميكروسكوبيك بيكتشر في قاعدنا دي سكيمك نيكلوز. الخلايا مقتوله. عرفت منين؟ نيوكليير وسيتوبلازم كتشير. الخلايا محافظه على الاوت لاين بتاعها فبتبان على شكل جوف. حضراتكم في حاجه هنا زياده ويا رب تشوفوها. حد واخد بال ان في نقط مزرقه كتير قوي في الجزء ده بالنسبه لهنا ولهنا؟ ايه دي؟ This is the macrophage inflammatory cells. جت ازاي؟ اما طلع كيميكال ميديتور على الليفنج ماسكلرايز وعامله اريا اوف انفلاميشن. الكواجلاند نيكروز تحت الميكروسكوب بنشوف الفيريس بوست نيكروتيك تشيف نيوكليير وسيتوبلازم بتحافظ الخليه لفتره طويله على السيلر الاوتلاينز بتاع الاركيتكتشر. السيلر دي لوست لكن ليتر اون هيبدا يحصل لها لايس الانتقاد السيل وتحول لهوموجينس. تو سمرايز الفانكشن افري وير ريبريزنت كواجلاتيف نيكروز اكسبت ان سي ان اس. لو لقيت حته مقتوله عامله كانها زي البيضه المسلوقه بعينين او تحت الميكروسكوب يبقى القاتل از اكيوت اسكيم. والحته المقتوله دي هنسميها انفانكشن. اول نوع من انواع النيكروز اسمه كواجلاتيف نيكروز. الكواجلاتيف نيكروز يبان بعينينا لونه ايه؟ ابيض اسفل او اصفر ابيض. ليه ابيض؟ كواجلاتيف بروتين. ليه اصفر؟ السبيد الاصطاب عليه ولكن اوف سيم كونسيستنس. لان النوع الثاني من انواع النيكروز بيسموه ليكويفاكتيف او كوليكواتيف نيكروز. يعني ايه ليكويفاكتيف؟ تحول اليه سائل. واللي عشان تفهموها عامله زي البيضه اللي فقشناها، مسكنا بيضه قتلناها فعصناها فتبقى عباره عن ميه. الليكويفاكتيف نيكروز بيحصل فين؟ انا قلت لكم الفاكتش ايفري وير ريبريزنت الفاكتش ايفري وير. اي نوع من النيكروز؟ كواجل اكسبت تعرف سينس؟ ما هو سينس؟ السنترال نيرفس سيستم اللي هو مين؟ المخ البرين والسباينال كور الحبل الشوكي. صح كده؟ لان ما هي الوحده البنائيه للنيرفس سيستم؟ النيرون. تعرفوا النيرون؟ يعني ايه نيرون؟ خليه العصبيه. ليه سموها نيرون؟ ما سموهاش عباس كده. اشمعنى سموها نيرون؟ عشان نيرون ده علم انجليزي ولا الماني؟ نيرون محمد نيرون؟ نيرون ده عالم ميزة لدي؟ ده مش عالم خالص. نيرون حضراتكم ده اول امبراطور لروما طاقة المغرب يعمل روما. فخد فلوس الدولة كلها وبنى بيها روما. وبنى المسارح. وكان مجنون. كان مصاب بالسيفلس زهر. اخر مرحلة بيجيله عقل. فجيت وطاقة المغرب يبقى ممثل. واول واحد في التاريخ لبس هدوم واحدة ست. وعشان كده كل الممثلين اما يشتغلوا لازم يقوم بدور الستات. وكان يجي نيرون يوميا يجيب كل الشعب لان بنى مسارح عظيمه لحد دلوقتي موجوده. ويقعد يعمل مسرحيه والشعب كله يجي. ولازم في نهايه العرض يعمل ايه؟ الشعب يسقف لحد ما الدم تنزل من ايديه. وفي احد العروض كان حاضر العرض ده امه ومراته. لاحظ نيرون وهو بيتمسخر على المسرح ان امه ومراته ما سقفوش. فطبعا مراته عمل فيها ايه؟ قتلها بيه. لكن امه برضه لها جامد فلاتي ما سقفتش.
فريد صلاح ملك الملوك امبراطور الارض يلبس هدوم سداء والشعب يضحك عليه صراحة منظرك كده فزعل من مصر فحب يعاقبها عاقبها ازاي امر الجنود يولعوا قدام واثناء ما هو بيتولع قدام سمع احد الجنود بيقول له صاحبه شوف المجنون اللي المجنون بيولع فمه فزعل منه فعمل ايه؟ امر الجنود يولعوا في امهاتهم كلهم وبعد كده يولعوا في روما ويولعوا في نفسهم. الغريبه مش العيب مش عليه، العيب اللي سمعوا كلام. فكانوا زمان بينسبوا العصبيه، مين اجن واحد في الدنيا؟ ليروم، لان زمان بيفتكروا الخليه العصبيه اللي مسؤوله عن الجنان، وحاشا لله الخليه العصبيه اللي مسؤوله عن المعاكس. This is the room. شوية. هل الخلايا العصبية فيها بروتينز؟ قليلة جدا. فلو اتقفل عنها البلاد سبلاي هل في بروتين سبلاي كوجريشن؟ ال سي ان اس انفاركشن. حضراتكم لأن النيرف سيل ال سي ان اس از فيري سوفت لأن مليان ليبيد ووتر. الخلية لما تبدأ تفرقع هيطلع منها مية وليبيد. هذا الميه والليمت ينفع يكوجريت هيسيب مكانه حفره هيسيب مكانه ميه خلايا بقت عامله زي البيضه مكوش وساعتها يجي حواليها جلايا تشو عارف جلايا تشو؟ والنت تشو اللي بيشيل خلايا المخ ده بيوصل كهرباء ولا عازل؟ عازل فايبرس تشو كوندكتنس الجلايا العازل عشان كده ربنا ما خلقناش فايبرس تشو في المخ والبرجين بتاعه جلايا يحوطها في سيستم فيسيب حفر. هل انتوا شايفين سي ان اس انفاركشن؟ ادي ده مقطع في المخ، شايفين الحفره ديت؟ لان بانت الحته الميته اسيست، تعرفوا ايه اسيست؟ اسيست الحسن والجمال؟ فيصل لان الخلايا اتحولت لميه فيسموه ليكويفاكتيف ميكروبس. لحد دلوقتي انفاركشن ايفر وير تبان على شكل معجن في السي ان اس تبان على شكل ليكويفاكتيف اللي هي فراغ لان ميه تبان على شكل زيست. مثال تاني مثال تاني قال ده برضه مخ فيه ليكويفاكتيف وليكويفاكتيف حفره. مثال تاني على الليكويفاكتيف نيكروزس. يعني ايه ليكويفاكتيف نيكروز؟ يعني الخلايا تقتل وبعد ما تقتل تتحول عنده سائل. البص هتعرف ايه البص؟ البص هو الصديد او القيح. لو حصل التهاب ببكتيريا هناخدها بتفصيل. هذه البكتيريا قوية تموت الخلايا بس بتموت الخلايا مين دي؟ تحولها كواجن الخلايا تبقى مقتولة تحط على شكلها. لكن ليتر اون هذه الخلايا بتكتسب النيوتر يعني في الانفلامات مثلا نوع من انواع الليكوسايت وبعد ما تجيب النيوتر تجيب بيكتسب النيوتر البكتيريا بتجيبها وبعد ما تجيبها تقتل وما تقتل نيتروفيل تحولها لبص ثاني يعني بص دي نيترو والخلايا لما تكبر اكتر فتفرقع فيطلع منها بروتيوليتك انزيمز اللي يشتغل على الديد تيشو. مين اللي كان قتل الخلايا بتاعت فيها؟ البكتيريا. ومين اللي حللها؟ البروتيوليتك انزيمز اللي طلعت من البص ثاني. مين البص ثاني؟ مين البص ده؟ ديد نيل. فبالتالي البص ده عباره عن خلايا مقتوله ولكن عامله زي البيض المسلوق ولا البيض المفروش. فبالتالي مثال على ليكوفاكتور. لحد دلوقتي خدت كام نوع من انواع من الكروزس؟ بيضه سلقناها كواجن سكن بيضه فقشناها ليكوفاكتور بيضه اخر نوع بيضه وحطينا عليها جبنه بيض الجبنة جميل كيزس نيكروس. الكيزس نيكروس كلاسيك بيحصل في التيبكلوزس. تعرفوا التيبكلوزس؟ مرض التضرن ليترالي مرض السم لان بكتيريا السم. هل حضراتكم توكسيك طلع سموم بتاكل واللي بيزينا اقرب الناس ليه؟ مين اللي بيزينا؟ بنات تستحق رقم هايبر سنسيتيف لما تخش بكتيريا السم بتيجي الاكتيفيتد ماكروفيج اللي بتخاف علينا
تطلع مواد كيميائيه تعمل ايه الخلايا اسمها؟ تموت فتحولها مش كواجاتيف بارشلي انتو فايت يعني كواجاتيف بس سائل شويه ما بين الكواجاتيف وما بين الليبوفايت. بكتيريا السودي بتلبس شاكت حواليها من فات وتقلع البكتيريا هذا الفات الليبيد وتضيفه على الخلايا المفقوشه نص نص فيتكون الكازيش. انا لو لقيت في خلايا في جسمي تشبه حته من جسمي خلايا مقتوله وتشبه كبده الكوبايه بعرف ان القاتل مين؟ سيبردوس قاتل الكازيش القاتل سيبردوس. حضراتكم الاثنين نشرحها بعدين. الكيزيا سيبردوس بيحصل ليه ان سيبردوس مين اللي قتل الخلايا؟ الاكتيفيتد ماكروفيج. طب ليه لونه بيبقى مصفر شويه؟ عشان الليبيد اللي طلع مين؟ من الديبي باسيلار البكتيري. هل البكتيريا ماتت بعد كل المصايب دي ولا يحصل لها حاجه؟ ده بقت اكتيفيتد. ده الكيزيا سيبردوس جروسلي احسن صوره له. اوريكم الصور الحقيقيه. الاورجان اللي قدامكم ده عباره عن ايه؟ لنج. حد شايف حفره مليانه خلايا مقتوله؟ هذه الحفره الخلايا المقتوله اللي فيها بتشبه ايه؟ جبنه، جبنه الكوبايات، سيمي سوليد، اللي زي ما انتم شايفين هي سوليد ولا ليكويد؟ هي سوليد، تعرف انا سيمي؟ شبيهه بالسوليد، هي بالسوليد. زي ما حضراتكم شايفين لونها اخضر ولا ازرق؟ اصفر. تشبه ايه؟ الجبنه، واقصد بيها جبنه الكوبايه. يعني الكيزا ستيكروز بيبان كروست عامل ازاي؟ سيمي سوليد يلوش تشيزي ماتين. لكن تحت الميكروسكوب دي برضه كلها الرئه بقت جبنه. تحت الميكروسكوب ادي ده الكازيشن، الحته اللي في النص دي الكازيشن مش خلايا مقفوله؟ والخلايا لما تخطر تكبر ولا تصغر؟ تبقى اسيتيك ولا الكلاين؟ الكلاين يبان تحت الميكروسكوب بينك احمر بوم. ولكن هل هنا في سيلر ديتيل او اوت لاين ديتيل استراكشرز احمر قوي ولا بين؟ بين. لما نضاف عليه ديل والديل هو الاستراكشر اللي اتشال دي هيبان هوموجينس بين استراكشر ليس بين بين ماتيريال. فاعرف ان القاتل هو بكتيريا السم. لحد دلوقتي خدت كام نوع من انواع النكروزس؟ ثلاثه. بيضه وسرقناها، بيضه وفرشناها، بيضه وحطينا عليها جبنه. ايه الدليل ان العيان عنده تي بي؟ لو جابوا لي اي حته من جسم الانسان ولقيت فيها كازيشن بعناية يبقى هنا المرض تي بي. جابوا لي اي حته من جسم الانسان ولقيت الخلايا المقتوله تشبه البيضه المسلوقه يبقى القاتل اكيد السكين. والحته المقتوله بسميها انفاكشن. طب تعرف نوع من الانفاكشن الخلايا المقتوله تبان زي الميه؟ This is in CNS. البص خلايا مقتوله وتبريزنت اي نوع من الكروس كواجريتيف ولا ديكوفاكتيف؟ ليكويد. And this is the end. Stop هنا. اللي عنده اي استفسارات انا كنت متواجد قبل المحاضره ساعه